السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ النهاردة سيكشن Synthesis of Formamide. السيكشن ده طبعا للفرقة الأولى General Pharmacy بتاريخ 24/3/2020، والفرقة الأولى Clinical بتاريخ 23/3/2020. نبدأ نشوف بقى مع بعض إن شاء الله Synthesis of Formamide. يعني إيه Formamide؟ Formamide ده أمايد بيتكون من تفاعل الفورميك أسيد مع الامين، عشان كده بنسب الامايد للاسيد اللي بيتكون الاسيد اللي انا بستخدمه في الرياكشن اللي هو الفورميك اسيد. فبنقول ان البرودكت بتاعي عباره عن فورمامايد. نشوف مع بعض الجنرال ايكويشن. هنا انا بستخدم امين دريفاتيف، هنا بستخدم اروماتيك امين عباره عن انيلين دريفاتيف مع الفورميك اسيد. الرياكشن كونديشن، انا بعمل ريفلكس، بحط الفورميك اسيد على الانيلين دريفاتيف، بعمل ريفلكس، بيتكون معايا الفورمانيلايد. الفورمانيلايد هو الامايد من الانيلين. بقول فورمانيلايد لانه امايد دريفاتيف من الانيلين. تمام؟ طيب لو انا مستخدم بارا امينو بنزويك اسيد كامين دريفاتيف، بيكون البرودكت اللي معايا عبارة عن 4 فورمامايدو بنزويك اسيد. الموليكولار ويت بتاعه بيكون 165 من 100 جرام، والميلتنج بوينت بتكون الرينج بتاعها من 250 ل 252. ده ايه؟ ده البيور. البيور فور فورمامايدو بنزويك اسيد. تمام؟ فهنا الحسابات بتاعتنا من الكيم سكتش. انا مستخدم 1.37 من 100 جرام من البارا امينو بنزويك، هنلاقي ان انا اضيف عليها 1 ملي من الفورميك اسيد، وعلاهم على الريفلكس، هنلاقي الثيوريتيكال ييلد. الثيوريتيكال ييلد اللي طلع معايا عباره عن 1.65 من 100 جرام. نبدا بقى لما ان شاء الله نعمل الرياكشن نشوف الييلد اللي هتطلع معايا، ونبدا نحسب الاكت البرسنتج ييلد، اشوف هاوزن الاكتوال ييلد بعد الدراينج، وابدا احسب البرسنتج ييلد، وابدا احكم عليه على الرياكشن بتاعي اذا كان هو اكسلنت، جود، بور، فير، هكذا. شوف بقى الميكانيزم اوف ذا رياكشن. هنا اللي يهمني هو اللون بير الموجود على الامين. اللون بير اللي موجود على النيتروجين هو اللي بيعمل الاتاك على الكربون اوف كربونايل جروب. الكربونايل جروب تكون بولاريزد، الكربون عليها بوزيتيف تشارج، والاكسجين الكربون بارشال بوزيتيف تشارج، والاكسجين بارشال نيجاتيف تشارج. فبيحصل اتاك من اللون بير اللي على النيتروجين. فخلي بالك ان اللون بير اللي على النيتروجين اوف امين لازم يكون افيلابل. فلازم تفكر وتشوف لو انا بدلت المجموعات اللي على البنزين هيكون تأثيرها ايه على الافيلابيليتي بتاعت اللون بير بتاعت الامين، وبالتالي هيكون تأثيرها ايه على الرياكتيفيتي بتاعت الامين. تمام؟ فانا لازم عندي اللون بير يكون افيلابل. لو انا حطيت مجموعه بتقلل الافيلابيليتي بتاعت الامين، الافيلابيليتي بتاعت اللون بير على الامين، كده معناها ان انا بقلل الرياكتيفيتي. ولو الرينج عليها مجموعة الكترون دونيتنج، كده بتزود الافيلابيليتي بتاعت اللون بير على النيتروجين اوف امين، وبالتالي بتزود الرياكتيفيتي. تمام؟ طيب يبقى اللون بير اللي على النيتروجين بيعمل اتاك للكربون البوزيتيف سنتر اوف كربونيل. تمام؟ ترفع طبعا، يحصل كليفج للكربونال بوند على الاكسجين، وكده تكون معايا البرودكت ان النيتروجين عليها بوزيتيف تشارج، نيتروجين هيدروجين هيدروجين وبوزيتيف تشارج، والاكسجين بتاعت الكربونيل اصبح عليها نيجاتيف تشارج. ليه؟ لان هي خدت ايه؟ اللون بير بتاع البوند. يحصل ايه بقى؟ اللون بير اللي على الاكسجين يعمل ابستراكشن او ديبروتينيشن للهيدروجين الموجود على النيتروجين،
وكده بقت النيتروجين نيوترال والاكسجين نيوترال. فانا البرودكت اللي اتكون معايا كده عباره عن دايول. البرودكت اللي اتكون عباره عن دايول 2 او اتش على نفس الكربون. المركب ده انستابل دايركتلي بيحصل له دي هايدريشن. بيحصل ازاي الدي هايدريشن؟ بينزل لون بير اللي على الاكسجين، لون بير من الاثنين، من الاثنين لون بير اللي موجودين على كل اكسجين، واحد بينزل يكون دبل بوند مع الكربون ويحصل اليمينيشن لاو اتش جروب. كده بيحصل ايه؟ ريموفال لاو اتش، وتعمل ابستراكشن للبروتون اللي على الاو اتش اللي كونت الدبل بوند. يبقى بينزل واحد من اللون بير اللي على 1 اكسجين يكون دبل بوند مع الكربون وترفع الاو اتش وتعمل ابستراكشن للبروتون مع ابستراكشن للبروتون اللي موجود مع الاو اتش اللي كونت الدبل بوند مع الكربون. وكده انا عملت ايه؟ لوس اوف ووتر موليكول. طيب ايه الكيميكالز اللي انا هستخدمها؟ زي ما قلنا في الجنرال ايكويشن انا محتاج امين دريفيد اللي هنشتغل بيه ان شاء الله. السكشن عباره عن البارا اميو بنزويك اسيد، الكميه بتاعته 1.37 جرام من البارا اميو بنزويك اسيد، ومحتاج 1 مللي من الفورميك اسيد. طيب نبدا نشوف البروسيجر. هيكون معاك فلاسكه 100 مللي راوند بوتوم فلاسك، هتاخد فيها 1.37 جرام من البارا اميو بنزويك اسيد، هتضيف عليهم 1 مللي من الفورميك اسيد، تعمل ستيرنج لمده 5 دقائق، وبعدين هتعلق الفلاسكه بتاعتك في الكوندنسر عشان يحصل الريفلكس. تمام، يبقى الفلاسكه راوند بوتوم فلاسك هنضيف فيها 1.37 جرام من البارا اميو بنزويك اسيد، وعليها 1 مللي فورميك، ستيرنج 5 دقائق. هنعلق الفلاسكه بتاعتنا فين؟ في الكوندنسر عشان يحصل ايه؟ الريفلكس. ايه الريفلكس؟ كنت اخدته في الديستيليشن ان انا ايه؟ ان بيحصل ايفابوريشن للسولفنت بتاعي، بعدين بيعدي على الكوندنسر يحصل له كولينج، بعمل له كوليكشن. هنا بقى انا بستخدم ليكويد اللي هو الفورميك اسيد، وايه؟ والسوليد اللي هو الانيلين دريفيتيف. فلما بسخن السولفنت او الليكويد اللي معايا بيبدا يحصل له ايه؟ يسخن، يحصل له ايفابوريشن. لو انا بسخن في اوبن سيستم الكميه اللي انا مستخدمها من الفورميك اسيد يحصل لها لوس، مش هستفاد منها بحاجه في الرياكشن. فاللي بيحصل بقى هنا ان انا بحط الفلاسكه بتاعتي بعلقها في الكوندنسر، بيبدا ايه؟ الفورميك اسيد يحصل له ايفابوريشن، يتحول لفيبرز، يعدي على الكوندنسر يتحول، يحصل له كولينج ويتحول لليكويد ويرجع تاني للميديا، وهكذا العمليه بتتم. شويه فورميك اسيد يتحولوا لايه؟ فيبر، يحصل لهم كوندنسيشن في الكوندنسر ويرجعوا تاني ايه؟ ليكويد، ويطلع مكانهم ايه؟ شويه تانيين من الفورميك، وهكذا بتتم العمليه لغايه ما ايه؟ ما ينتهي التفاعل بتاعي. تمام، حصل الريفلكس، تمام، خلصت النص ساعه، تبدا تشيل الفلاسكه بتاعتك بقى وتسيبها ايه؟ تبرد بين اتروم تمبريتشر. تمام، بعد ما يحصل كولينج للفلاسكه اتروم تمبريتشر تبدا تضيف عليها ايه؟ من 2 ل 3 مللي ايثانول. تمام، وتكون مجهز بيكر فيه كراشد ايس، كميه صغيره كده من ايه؟ كراشد ايس. تبدا تضيف الفلاسكه بعد ما حصل لها كولينج على البيكر اللي فيه كراشد ايس، هتلاقي البرودكت بتاعك ايه؟ بدا يرسب. سيبه ياخد وقته ويرسب كويس، وبعدين هتفلتر وتعمل كولكت للايه؟ البرودكت بتاعك. تمام، يبقى بعد ما برد، برد الفلاسكه بتاعتي، حطيت عليها من 2 ل 3 مللي ايثانول، وبعدين مجهز بيكر فيه ايس، هضيف محتويات الفلاسكه كونتينت اوف ذا فلاسك تو ذا بيكر، يبدا البرودكت بتاعي يرسب، افلتر واعمل كوليكشن للبرودكت.
تمام. هنا البروسيجر اللي عدت هي هي بس ايه مكتوبه. طيب نشوف بقى مع بعض السيفتي دايموند اوف فورميك اسيد. لازم نخلي بالنا ان احنا واحنا بنضيف الفورميك اسيد الخطوه دي لازم تتم تحت دولاب الغازات. ليه بقى؟ لان الفورميك اسيد ليه بانجنت اودر وكروسيف وبيسبب سيفير بيرنز للاي والسكن والريسبيراتوري تراكت. فخلي بالنا لانه فعلا مؤذي. الخطوه دي لازم تتم تحت دولاب الغازات. كمان الفورميك اسيد فلامبل وبالتالي لازم ما يكونش فيه اي فليم في المعمل واحنا شغالين لانه فليم. تمام زي ما قلنا في النوتس ان الفورميك اسيد ده ايريتنت وكوروسيف للاي والسكن والريسبيراتوري تراكت، فبالتالي لازم تكون اضافه الفورميك اسيد اندر فيوم هود. تمام اديشن اوف فورميك اسيد ماست بي اندر فيوم هود. خلي بالنا واحنا بنضيف الفورميك اسيد وبرده لازم انا مش حاطينه تحت الدولاب عشان الناس، احنا حاطينه تحت الدولاب عشان محدش ايه يشم الفورميك اسيد او يتاذي منه، فمحدش يروح يعملها ايه يقول اجرب. بلاش لانه فعلا مؤذي، لا تتعرض ليه بانهاليشن ولا تجرب انك تدوق حاجه يعني. ممنوع انك تعمل تيست لاي كيميكالز موجوده في المعمل. تمام. طيب زي ما قلنا في الميكانيزم، انا يهمني عشان يحصل التفاعل ان اللون بير اللي على الامين اللي على النيتروجين اوف امين يكون افيلابل. كل ما يكون اللون بير مور افيلابل كل ما الامين يكون مور رياكتيف. طيب ده مين اللي هيحدده؟ هيحدده نوع السبستيترون الموجود على البنزين. طيب نشوف هنا بقى بيقول لك وات از ذا رياكتيفيتي اوردر اوف ذا فولوينج كومباوند. تمام مين في الثلاثه دول مور رياكتيف؟ لو انا حطيت الفورميك اسيد على كل واحد من الثلاثه دول مين فيهم ليه رياكتيفيتي اكتر؟ تمام احنا عارفين ان اللون بير بتاع الامين لازم يكون افيلابل. طيب انا عندي ثلاثه جروبس، كربوكسيليك جروب، ميثوكسي جروب، وميثايل جروب. تمام اللي هيحدد الرياكتيفيتي هو نوع الجروب. لو كانت الجروب اللي على البنزين رينج الكترون ويذ رونج جروب تسحب الالكترونات كده انا عندي اللون بير از ليست افيلابل وبالتالي هتقل الرياكتيفيتي. لو المجموعه الكترون دونيتنج الكترون دونيتنج جروب هتزود الافيلابيلتي، هتزود الافيلابيلتي اوف لون بير وبالتالي هتزود الرياكتيفيتي. لو المجموعه ليها بوزيتيف ار افكت هيكون ليها تاثير اقوى من المجموعه اللي ليها بوزيتيف اي افكت. ففي الثلاثه دول نتوقع مين المور رياكتيف ومين الليس رياكتيف؟ هنلاقي ان المور رياكتيف هو الباراميثوكسي انيلين. ليه؟ لان الميثوكسي جروب الباراميثوكسي جروب ليها بوزيتيف ار افكت، بوزيتيف ار افكت، فهي ليها الاولويه، فهي هتزود الافيلابيلتي بتاع اللون بير وبالتالي الباراميثوكسي انيلين هيكون ايه رقم واحد في الرياكتيفيتي. اللي بعديه البارا ميثايل انيلين. تمام البارا ميثايل انيلين الميثايل جروب ليها ايه؟ ليها بوزيتيف اندكتيف افكت. زي ما قلنا ان البوزيتيف ار افكت بتاعت الميثوكسي جروب تاثيرها اقوى وبالتالي هي المور رياكتيف عن البارا ميثايل. انا عندي الميثوكسي والميثايل الكترون دونيتنج جروب، فبالتالي الميثوكسي تاثيرها بالبوزيتيف ار بالبوزيتيف ار اقوى من الميثايل، فهي تاخد رقم واحد والبارا ميثايل اثنين، واخر واحد اللي هو البارا امينو بنزوك اسيد. ليه؟ لان البارا كربوكسيل جروب
is electron withdrawable. انما الميثوكسي والميثايل electron donating. الباراميثوكسي ليها positive R فهتغلب ويكون ليها التأثير الأقوى عن الباراميثايل اللي ليها positive I effect. طيب لو عندي aliphatic وaromatic amine which is more reactive and why؟ قلنا الرياكشن بيعتمد على وجود اللون بير اللي على النيتروجين وفي امين. فعندي في الاروماتيك امين النيتروجين attached to phenyl group او aryl group. انما الامين جروب في الالفاتيك امين attached to alkyl group. فالالفاتيك جروب او الالفاتيك امين الالكايل جروب ملهاش نيجاتيف ار افكت، لكن الفينايل جروب ليها نيجاتيف ار افكت، يعني بتسحب الالكترونات من النيتروجين. اللون بير اللي على النيتروجين بيدخل في الريزونانس مع الرينج، وبالتالي اللون بير في الاروماتيك امين از ليس افيلابل بسبب الريزونانس. عشان كده بنقول ان اللون بير اوف الكترون از ليس افيلابل ان اروماتيك امين ديو تو ريزونانس اللي هو النيجاتيف ار افكت، while it's more available in aliphatic amine due to absence of resonance. وبالتالي الالفاتيك امين is more reactive than aromatic amine. وبكده نكون خلصنا السكشن بتاعنا. اتمنى يكون سكشن خفيف، وبالتوفيق ان شاء الله يا شباب. Good luck.